اول سؤال، ايه اسباب الخساره الكبيره النهارده من نادي انبي ويمكن ظهور خط الدفاع بالتحديد بشكل غريب؟ لا مش يعني مش خط الدفاع طبعا، يعني احنا كلنا طبعا احنا فرقه ما بنكسب كلنا، ما بنخسر بنخسر كلنا. ساعات بيجي لك داي اوف كده فتبقى انت يعني زي ما احنا مع الفوز بنتكلم، مع الهزيمه لازم نتكلم. فاحنا يعني انت من اول الماتش يعني مش يومك. كرة أركو دليل في كذا كرة ما كانتش أوفسايد بتهيألي، يعني ما مش عاوز أتكلم على التحكيم بس أنا شايف إن برضو كان في كذا كرة مش أوفسايد واتحسبت. فأنت خلاص مش يومك، يعني أنت في أيام كده تبقى أنت إيه ماتشات بتحاول تقفل الصفحة تماما وتبتدي بسرعة، عشان إحنا عندنا الشهر ده ماتشات على طول كل 3 أيام ماتش، وأنت بتبص المركز مختلف. يعني أنا ده اللي أنا شايفه يعني، وكابتن حسن قال الكلام ده برضو. فإن شاء الله نبص للماتش المباراة القادمة إن شاء الله ونركز إن إحنا يعني النهارده يومنا ده طبعا كلنا يعني جوانا طبعا، يعني مش قادر اقول لك يعني كلنا عاملين ازاي، كلنا متضايقين جدا. نطلع الموضوع ده بناحيه ايجابيه المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن فضلي، يمكن كان في برضه اهدار للاهداف زي ما انت قلت، الكره بتضرب في العارضه بترجع تاني. يعني عايز اقول لك في باد لك النهارده اكيد واضح لكل الناس، لكن انتوا كلعيبه يعني مش اللعيبه اللي لعبت قدام الاهلي، يعني مش نفس المستوى ونفس الاداء، يعني الناس كلها اشادت بمستوى النادي المقاولين قدام الاهلي. هل مباراه الاهلي كانت سبب النهارده في الخساره الكبيره امام لا خالص، وكابتن حسن قال الكلام ده قبل يعني بصراحه، يعني قال وقال يا جماعه نركز ان دايما ما تتقالش، دايما انت عارف هي النغمه بتتقال لو اي فرقه كسبت الاهلي وبعد كده لا قدر الله حصل حاجه بيتقال ان ده لعنه الفريق الكبير والكلام اللي هو الايه اللي هو مش في الكوره يعني. فلا انت عندك سواء كسبت الاهلي سواء كسبت بتروجيت سواء كسبت اي فرقه، انت عندك النهارده داي اوف، انت عندك الفرقه احنا مش موفقين بتحاول بس انت عندك الامور بتختلف تماما. فزي ما انا بقولك لازم نقفل الصفحه تماما، الفرق الكبيره هي اللي كده بتبص على طول خلاص، انت بتتعلم من اخطائك. طبعا كابتن حسن هيبقى يعني هو بكره ان شاء الله هيبقى في اجتماع معانا وبنتكلم ان احنا نبص كناحيه ايجابيه، ناخد الموضوع ده ناحيه ايجابيه مش سلبيه، ما نبصش في الارض وتبقى انت كله بقى باصص في الارض. لا خلاص ماتش عدى، نبص للي بعده ان شاء الله، ندخل نتعلم من الماتش ده، عشان احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك الشهر ده كل 3 ايام مباراه. فانت بتبص لمركز وبتبص لحته محترمه انت عاوز تقعد فيها في الدوري، فيا رب ان شاء الله نعدي بسرعه الموضوع ده ان شاء الله. شكرا، اتمنى لكم التوفيق. شكرا. ولا انا عاوده ليك كابتن كريم ولضيوفك الكرام. ارجع تاني للكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين، وكنت بتتكلم فنيا على المباراه كابتن وليد. يعني بقول لك الهدف الاول يسال عنه زي ما احنا شرحناه بالظبط. هات الهدف الثاني بقى اوريك كمان ان زي ما الكابتن طارق العشري قال ان هو ضغط في اول نص ساعه واي فرقه بيستلمها من النادي الاهلي بيضغط عليها بالشكل ده. اقف بقى هنا، الكره دي لازم تتاخد من فوق. انا ايه اللي يخليني كسردباك او كباك رايت وهنا اولا 2-2 ده غلط برضو، ده خطا. فكمل بقى بيومي، انا ما خدتهاش من فوق هنا احمد علي، طبعا خطا كبير قوي. اقف بقى هنا، هنا محمود عزت برضو بعيد قوي قوي عن كهربا. يعني اولا صعب جدا ان يتعمل 1-2 جوه خط ال 18، فهنا خطا كبير جدا من الاثنين اذا كان احمد علي او محمود عزت، وتالق تالق حقيقي من محمود قعود وكهربا في 1-2 بيتعمل بشكل حلو قوي. بص حطها له من ورا محمود عزت، وقف احمد، وطبعا الناس لسه جايه، ده في واحد لسه جاي من عند كورنر شريف علاء او مودي. يعني طب معلش هروح تاني لاستاد المقاولين العرب مع محمد خلف لاعب المقاولين مع زميلي سامح الفيوم. يعني اكيد خلف النهارده يعني نقول باد لك بالفعل المباراه، لكن برضو اداء فيه لغز في بعض خطوط، خاصه خط الدفاع في نادي المقاولين العرب بتتخطفوا بثلاث اهداف في شوط يعني تقيله قوي على النادي المقاولين. لا الحمد لله طبعا على الاداء طبعا، ونحمد ربنا طبعا زي ما انت عارف في اي وقت وفي اي نتيجه احنا بنلعب على المكسب دايما، معانا جهاز فني عندنا طموح ان احنا نوصل على المركز كويس. اكيد وارد في الكوره ان انت ممكن يبقى اليوم مش يومك، وده اكيد كان النهارده مش يومنا، واحنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا ان شاء الله هنعوض اللي جاي، وعندنا تركيز لماتش الشرطه يوم السبت، ما فيش وقت فمش هنحتاج ان احنا نزعل كتير، خلاص احنا بنركز من النهارده ماتش الشرطه وهندرس فرقه الشرطه وهنركز للثلاثه بونت ان شاء الله نعوض اللي خسرنا النهارده ان شاء الله. خلف 3 اهداف في الشوط الاول، يعني اهم تعليمات كابتن حسن شحاته ما بين الشوطين للمحاوله تدارك الموقف والخروج ولو بنقطه. والله احنا بنتكلم من الاول احنا دارسين فرقه انبي كويس وعارفين هم بيلعبوا ازاي،
وده طبيعي يعني زي ما بقول لحضرتك مش هنحمل لحد في الايه الفرقه كلها طالما خسرنا احنا كلنا شايلين نتيجه وفي المكسب نفس القصه مش هنحمل حد اكيد هي اخطاء كلنا وقعنا فيها فطبيعي ان شاء الله الفتره اللي جايه نصلح من اخطائنا ونركز لماتش الشورت احنا خلاص بالنسبه لنا صفحه انبي اتقفلت مبروك عليهم فريق محترم وعمجز فينا محترم اليوم كان يومهم فما كانش يومنا فنركز ان شاء الله ونتعب للفتره اللي جايه كلها ان احنا ان شاء الله نركز لكل ماتش بتاعه بونت ناخده ان شاء الله اشكرك كابتن كريم تحت امرك ولن عوده ليك مره اخرى كابتن كريم مشكورك يا سامح طبعا وباين ان يعني الحزن على لعيبه نادي المقاولين ولكن زي ما قالوا كابتن